مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، أنتم في حضرة الثقافة من خلال برنامجكم الحواري الفكري الثقافي جمهورية الثقافة. هذا البرنامج كما تعرفون يطرح كل القضايا الجادة على الساحة التونسية، سواء كانت هذه القضايا فكرية سياسية اجتماعية غيرها. رهان هذا البرنامج هو بناء هذا الفضاء العمومي، نناقش كل القضايا مهما كانت أهميتها، ولكن بعيون المثقفين المفكرين الجامعيين ناشطي المجتمع المدني وصناع الرأي العام. سنطرح هذه القضية، موضوع يبدو أنه قائم على مفارقة، هي مفارقة الحرية والرقابة. الحرية، كل الناس كل الأطراف اليوم في تونس بعد الثورة تردد أن الحرية هو مكسب لا يمكن الرجوع عنه. في نفس الوقت الرقابة تبدو أنها تراجعت. الذين يقارنون هذه العلاقة الجدلية بين الحرية والرقابة يقولون أن الرقابة كان لها عنوان، هذا العنوان في العهد السابق هو دولة البوليس، كانت الدولة هي التي تراقب أو كان جهاز النظام هو الذي كان يراقب. اليوم مفارقة جديدة تطل علينا الرقابة بأوجه متعددة، ويبدو أن عنوان هذه الرقابة غير واضح أو غير معلن عنه. إذن سنناقش هذه القضية مع مجموعة من الضيوف المثقفين لهم رأي في هذا الموضوع. دعونا الأستاذة منيا العابد، هي محامية معروفة. مرحبا بك. وبك أكثر. أنا وياك مش لأول مرة نتناقش في التلفزيون. مرحبا بك. هي أذكر أنها حقوقية وناشطة في المجتمع المدني، وعندك مدة غبت لمنيا. فترة تأمل لأنه الأحداث يبدو أنها تراكمت ولازم واحد يفرزها. دعونا أيضا يأتينا لأول مرة سي محمد الخنيسي، وذكر هو رئيس جمعية نشاز. جمعية نشاز هي جمعية ثقافية اجتماعية عندها أبعاد فكرية، تعمل في العديد من النشاطات، ربما نشاطها مش ظاهر ولكن يبدو أنها تشتغل بصمت. وأذكر أنه سي محمد الخنيسي أيضا من الوجوه المهمة في النضال، في نضال النضال الوطني، وخاصة اليسار باعتباره كان أحد الوجوه المهمة في جماعة بيرسبكتيف. مرحبا بك. شكرا. دعونا أيضا، أنا أعتبره مناضلا في الثقافة، سي الحبيب بالهادي، هو منتج سينمائي ومسرحي، مدير الفضاء الثقافي الخاص الريو. مرحبا بك. دعونا أيضا أحد صناع الرأي العام، وجه من الوجوه وأيقونة في الحقيقة بعد الثورة في النضال الإعلامي والنضال من أجل الكلمة الحرة، وهو الآن هو المدير التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، سي الفاهم بوكدوس. مرحبا بك. قبل أن ندخل في نقاش هذا الموضوع، هذه المفارقة العجيبة اليوم في هذه المرحلة الانتقالية بين الحرية والرقابة، خلينا نشوفوا الزابينج هذا ونرجع. Voilà, toujours. L'année dernière, vous êtes là, je vous remercie Merci beaucoup. Moi, vous remercie. Très honoré de votre visite. Madame Saint-Madabé, ça vient rester. Alors, vous appâtez les lecteurs. Est-ce que vous osez écouter? Non, je sors du temps. On va vous offrir l'année oui. dernière. Alors, on ça, vous on bien a sûr. Offert le Bardot. Cette année, je suis Bardot. Ah, merci. Merci. On a hélas célébré l'anniversaire de cette année. Oui, oui, exactement. Très honoré. Ça, c'est magnifique. C'est ça que j'y suis allé, c'était le vote de, par le Parlement de la Constitution tunisienne. Oui. Et donc le Bardot venait d'ouvrir, oui. C'était avant l'attentat. Hein, donc, avant l'attentat. Et ils avaient reconstitué cette mosaïque qui est extraordinaire. Ah oui, j'espère bien qu'elle existe. Non, mais de toute façon, elle n'a pas été touchée, non, mais ça s'est passé pas loin. Oui. C'est un musée extraordinaire. C'est une grande exposition de la romance. C'est magnifique. Oui, hein. C'est pour ça qu'il faut que les touristes viennent beaucoup plus en nombre en Tunisie. Il faut un petit mot de votre part, comme ça, ils viendront. Venez en Tunisie. Merci beaucoup. إذن هذه الصورة
آخر كلمة فيها هي سي مانيفيك، قالها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند وهو يزور المعرض باريس للكتاب وتحديدا جناح تونس بمعرض الكتاب، ويبدو أنه التقى بالسيدة الجباس اللي هي عارضة وفي نفس الوقت عارضة كتب يعني، وفي نفس الوقت مديرة مكتبة الكتاب، وتم إهداء كما شفتوا كتاب جسوي بردو، تعليق على لامونيا على هذه المشاهد. المشهد يحيني مباشرة إلى عملية باردو مع الأسف. نعم. معناتها الكتاب جسوي باردو ما نجمش كتونسية وككافة التونسيين اللي عشنا عملية إرهابية في باردو أعتقد هذايا الشيء اللي معناتها يأكد وأنه جمهورية الثقافة أو جمهورية الغد أو جمهورية خلينا نقولوا جمهورية ثانية للدولة التونسية، وأنها اليوم في ديفي معناتها تحدي كبير ضد الإرهاب، لأنه كي نحكيو على الحرية نحكيو بطبيعة الحال على مخاطر اللي تهدد الحرية في تونس. أول خطر يحدق بنا هو خطر الإرهاب، إلى جانب كونه هو العنوان اليوم تاع الحديث متاعنا حول الحرية والرقابة. إذن أين تبدأ الحرية وأين معناتها تبدأ خاصة الرقابة؟ ونعرف أنه الأحداث الأخيرة اللي هزت الشعب التونسي هي الأحداث الإرهابية، وأنه ظاهرة الإرهاب في تونس وفي الدول الأوروبية كذلك. طبعا. لأنه الإرهاب اليوم هو خطر على الدول ككل، على المنطقة ككل، باعتبار وأنه معالجة الإرهاب، وربما هنا شفنا رئيس الجمهورية الفرنسية معناتها في جناح التونسي في معرض للمغرب، وكونه ربما هذايا يعالج كذلك معناتها صورة جديدة لمعناتها يكون فما معالجة كذلك وطنية ودولية لظاهرة العنف. وهذا أعتقد من المسائل الأساسية، وانتم كرجال أعلام والصورة هذه هي الصورة لابد أن تاخذ المعنى الحقيقي في مكافحة الفساد أكثر من شيء آخر، باعتبار أن الكلمة الأخيرة سمعناها وأنه سي مانيفيك، أنا نعتبره أن سكي مانيفيك، وأنه هو يحكي على الكتاب على الموزايك هو يحكي على المتحف. نعم. هو يحكي عن المتحف، ولكن أنا كتونسية صحيح أن المتحف هذية معناتها هذية من الحضارة متاعنا وهذية شيء ثمين جدا للتوانسة ولغير التوانسة، ولكن أنا كتونسية عشت الظاهرة هذية ما نجمش مع الأسف ما نجمش، وأني نحكي على ثقافتنا ونحكي على الحضارة متاعنا بدون ما نعالج المسألة الأخطر. تعرفوا أنه شنو اللي صار في العراق؟ نعم. تعرفوا شنو اللي صار في سوريا؟ الموصل. تعرفوا شنو اللي صار في معناتها الحضارات العربية؟ أول حاجة الإرهاب يدمر الحضارات ويدمر معناتها التاريخ ككل. صحيح. تاريخ الحضارات. إذن هذه فرصة ربما من خلال الكتاب ومن خلال الفنون ومن خلال هالاحتفالات هذه الدولية والوطنية، وأنه نعالجوا ظاهرة الإرهاب اللي أصبح معناتها انفليو انترناسيونال، وفي نفس الوقت احنا في تونس قاعدين ما زلنا المعالجة ماهيش معناتها ما زالت متواصلة، وجمهورية ثانية كذلك عندما يكون فما أخطار من نوع هذية لابد أن نسلطوا الأضواء على هذه الظاهرة. سي الحبيب تفاعلا مع هذه الصورة. سامحني سي حليم باش نخرج أنا على الموضوع شوية. تفضل. ميسير أما في سلبو. أيه. أنا كنت نتمنى لرئيس الجمهورية هذا المهزوم فرانسوا هولاند اللي هو مغادر وسماه الشيخ الباجي ميتيران، ادينا له الكتاب هذاك. نعم. كنت نتمنى ان مواطن تونسي يذكروا اللي ثم 150 نائب في البرلمان الفرنسي طلبوه باش يخرج بماء الوجه ويعترف ويعمل دوله فلسطين ويعمل سفاره فلسطين. نعم. في باريس. نعم. كان
احسن بكثير ان نقدموا مزيك، لان هذه قضيه زاد اساسيه، قضيه الارهابيه قضيتنا الاساسيه. ولكن هذه مشكله الحزب الاشتراكي الفرنسي، هو هزم الحزب الاشتراكي الفرنسي وهو قضى عليه نهائيا، هو انتهى تو الحزب الاشتراكي الفرنسي. واضح واضح. ماكرون باش يكون شيء اخر حسيلو، ما نخرجوش بالموضوع هذاك. ولكن السيد هذا مهزوم وجاينه للمعرض للستاند ستاند التونسي. كان يمكن ان نكلموه في مساله اهم، خاطر هو بيدو يعاني مسكين من الارهاب ومش قادر عليه. سي محمد، انا في الحقيقه باش نتناول موضوع مثل ما بينا احنا وجهات نظر مختلفه، فقط باش نكون متفائل. انا شفت فيها اثرت فيها نوع من التفاؤل لسببين. السبب الاول انه بعد موقع في باردو مازال موجود، الكتاب مازال موجود، هذا الاهم جدا. الحاجه الثانيه انه هي كذلك تعطي صوره للسياحه وما احوجنا اليوم لانتعاش السياحه التونسيه، باعتباري انا خدمت في السياحه طويلا الكاريير نتاعي في السياحه. لذلك التفاؤل، انا نحب فقط ناخذ منها تفاؤل لمستقبل البلاد هذه. لا، ولكن انا نشاطر سي الحبيب على دور الرئيس الفرنسي، معناها فرانسوا هولاند، كان ينجم يكون يلعب دور. معناها هذه مشكله الاراده السياسيه ايضا نتاع حتى بلدان اللي احنا نعتقدوا انهم تجاوزوا برشا اشياء ونعملوا على انفسنا خير. نعملوا على انفسنا خير. انا نشوف القضيه من زاويه اتصاليه. اي نعم. هولاند يزور معرض الكتاب، اذا هو يعكس الشخصيه الفرنسيه سليله فلسفه الانوار. بالنسبة له يقدم الصورة الحقيقية لفرنسا، رغم أنه بلد سياحي بلد صناعي، ولكن الصورة اللي قدمها هولاند أنه بلد هذا بلد الفنون، بلد الإبداع، بلد المسارح. أي نعم. ولكن وتصورت أنه أيضا التونسية تعطي أيضا نموذج اتصالي جيد، ولكن حقيقة ربطت سياستها الاتصالية بقضية الإرهاب. هنا باردو، هنا بقردان، هنا الأمبريال. وهذه سياسة اتصالية كأنه ثم استعطاف ولا كيفاش كأنه. نعم، هو منطق الضحية. الآن أنا نفكر أكثر من هكا، لصناع القرار اللي حضروا الآن في وكالة لتسويق للسياحة التونسية أو لتونس الجديدة، أنه نكونوا ضحايا. هذه ما عادش تمشي، لأنه السوريين والعراقيين واليمنيين والليبيين وضعيتهم تجلب التعاطف أكثر. إحنا نجموا نسوقوا لتونس اللي ألهمت منذ 2011، ألهمت العالم. نعم. في الدفاع عن الحريات، في علاقة بقوانين متقدمة على غرار النفاذ إلى المعلومة، أيضا ألهبت الناس. إحنا عنا مسرحيين وعنا شعراء وعنا كتاب، ولكن أيضا تونس نجم تلهم العالم من حيث مقاومة الفساد، من حيث حوكمة العمل الحكومي والبرلماني. نحن في تونس عنا طاقات كبيرة جدا، يمكن أن تكون أسس سياسة اتصالية جديدة بعيد عن الإرهاب وبعيد عن الضحايا والمظلومية. واضح. سي الحبيب، قصيت عليك المقبلة. حبيت نعلق على والله أنا ما زلت عنا صورة أخرى باش نعلق عليها. راهي كمل النوايا الطيبة تاع أخويا أبو محمد، نحترم مرايو. معناتها السياحة ما هيش في حاجة الصورة مع رئيس فرنسي ولا مع تسويق ولا وكالة، في حاجة إلى إعادة النظر في السياحة ككل. من اللي يمشي في الشارع ويحترم السائح، للي يحترموه في المتحف، للي يحترموه في الوقت، للي نجم ياخذ ترانسبور بوبليك، للي يعطيه خدمات باهية في الفندق، المولى الفندق اللي ياكل في الفلوس وما يهموش في الحريف. هذا الكل هو اللي باش يصلح السياحة. هي أزمة ظرفية، فوض تعطينا المجال باش نفكروا في القطاع ككل وفي إصلاح شامل بالبلاد السياحية بنظرة جديدة ومعاصرة. وفي القرن 21 نشوفوا علاش البلدان اللي عندها أكثر سواح اليوم، ونفهموا فين العلل بتاع السياحة بتاعنا. هذه أزمة ظرفية فعوض ورينا شيء في عمقه وفي أصله في جذوره، هي بيدها ولينا نغطيه بها أزمتنا الحقيقية، لأن السياحة بتاعنا ستبقى متخلفة حتى لو كان رجعوا سواح ونقصوا العمليات الإرهابية. هم قاعدين ينقصوا، قاعدة السياحة تزداد، ولكن هالفترة هذه ما لقيناش الوقت الكافي لإعادة التفكير في سياحة حقيقية، مش سياحة تاع استجداء نتاع الأربعة من الناس اللي ما عندهمش باش يخلصوا، نخلطوا على الضعفاء الحال، لموهم كمشيت في طيارات، حتى لين أن السفرة لتونس والرحلة السياحية لتونس ما تسواش حتى 300 يورو. أنا كي نمشي نعدي نهارين أنا ولادي نخلصهم 300 يورو. صحيح، هو موضوع هذا السياحة يظهر لي يلزم نفردوا له. سامحني، هي فقط هي لقطة بسيطة. هي لقطة. كبرت أنا ربي. مش باش نخوضوا في مسألة السياحة. سامحني. صحيح، فقط أنا نسأل سؤال. اللقطة هذه تفيد تونس ولا ما تفيد تونس؟ أنا بالنسبة لي نعتبرها إيجابية، أنا نعتبرها إيجابية رغم أني ما عنديش حق شارك في الحوار، أنا نعتبرها إلا كان نعطيك رأيي إيجابية. ثم صورة أخرى.
مربوطين ببعضهم معناها تو نشوفوها ماذا بيا عدوا هلي ثم صوره نتاع سفير فرنسا في تونس دارفور اوليفي دارفور نعلقوا عليها الصوره هذه ان شاء الله يعدوها لنا اللي هي انه السفير في معرض الكتاب بكل تلقائيه يرقص محتفلا وثم أغنية تونسية وكما نشوفوا التلقائية قلما ربما نشوفوا سفير بهذه التلقائية وبهذا التألق ها يعني الصورة هذه هي عندها علاقة ببعضها لأنه ثم عندك رئيس الجمهورية الفرنسية وعندك سفير فرنسا في تونس الظاهر أنه يرقص على أغنية سمرة يا سمرة الهدي جويني أو التفاعل سفاهم هو السفير الفرنسي الحالي ولا السفير السابق ينتقد بشدة في محاولاته للتدخل في العديد من الشؤون الداخلية أو السياسية شكون يسميه المقيم العام نعم يسمى نعم. المقيم العام عشرات الرسوم الكاريكاتورية تناولته من هذه الزاوية جزء من الموضوع ربما يعكس الطبيعة الشخصية للرسمي أو الدبلوماسي الأوروبي أو الأمريكي الذي يتعامل بطلاقة كبيرة وكبيرة جدا ولكن في نهاية السفير أيضا الفرنسي يعكس التصاعد العقلية الشعبوية سواء في أمريكا أو في الدول الأوروبية نموذج ترامب وغيره حقيقة الآن في صعود ولكن هذه الشعبوية في النهاية مثل ما يعكسها السفير الفرنسي تعكس أزمة حقيقية للمجتمع السياسي سواء الأوروبي أو الأمريكي الذي يعيش تناقضات كبيرة جدا منها ارتدادات حقيقية على حرية التعبير والإعلام وحتى أن تقريبا العديد من الملاحظين يقول لك الآن سندخل مرحلة الجنون الأوروبي والأمريكي على أنقاض مجتمع الحريات الأمريكي والأوروبي والله لامونيا والله تفاعل مع هذه الصورة معناتها كيف شفت اللقطة هذه وهو تدخل في إطار الحرية كذلك حرية الرقص ما في شك إذن أما تجي الرقصة من حرية الإبداع كذلك إذن أما التواصل هذه أو الصورة هذه أنا شخصيا معناتها ما تعنيني كان الشعبوية كما قال سيفاهم وأنه هناك صور ربما وتواصل جدي أكثر أني نشوف معناتها حتى على مستوى إعلامي معناتها يرقص على أنغام هدي جويني أنغام تونسية صحيح ولكن معناتها وما بعد ذلك وشنو المفهوم اللي أنا نحب معناتها نستخلصه من هذه الصورة سواء أنه أجواء احتفالية رقص ولا أكثر ولا أقل أنا ما تفيدنيش كمواطنة تونسية الصورة هذه لا تعنيني في شيء أعتقد وأنها صورة بدائية لمعناتها تواصل دولي أبخيتو معناتها ما ننساوش وكونه معناتها يمثل الدولة الفرنسية على الأرض التونسية إذن شنو حاب يقول الدولة الفرنسية لرئيس كما قال سي الحبيب لرئيس إلى رئيس جمهورية فاشلة يعاني هي هذاك علاش احنا نعديو في هذه الشعب الفرنسي ينجم معناتها لا حتى احنا عندنا رئيس على هذا المستوى ولكن انا كتونسية نتفرج في سفير يرقص على انغام تونسية بوم اي ومن بعد شو رايك جا سفير تونسي يشطح مثلا على لما نحاوه والله يا لا واحد يعدو فيديو ما اعتقد وانه سفير تونس في فرنسا مثلا يعمل في الطاير يشطح في الطنجو مع الاسف وكونه حتى على مستوى وطني وعلى مستوى الحكومه نتاعنا اعتقد ان اوني با على بري بالشعبويه هذه خاطر عايشين فيها ولا نمط عايش معناتها النمط قاعد هذا نشوفوا فيه من لي ريسبونسابل نتاعنا المسؤولين في اعلى السلطه الى معناتها معناتها الصوره هذه حسب اعتقادي ما تعكس كان معناتها تواصل فاشل تواصل فاشل سي محمد انا دائما قلتها المره الاخرى باش نكون يعجبني فيك صوت الحكمه يعني باش نكون ضد سلطه رقابه التشاؤم ضد سلطة رقابة التشاؤم يعني وبالتالي المتفائل ولا في وقتنا الحالي مش حاجة إيجابية جدا أنا باش نكون متفائل مع ذلك يعني نقول أنه هي ما نعطيوش للصورة أكثر مما تحتمل هي الصورة في الحقيقة من الخطأ في من يرقص أو من صوره وهو يرقص
اللي يصور رياضه تونسي يظهر لي انا اي واحد ينجم يصور ينجم يصور لا اي واحد ينجم اذا لا وهو يحب يتصور هو ما عنديش يعني ناخذ منها فقط انه انسان عبر على فرحه وحاجه بالنسبه للدبلوماسيه دائما كانت مرتبطه بصوره مقدسه دبلوماسيه هذا على الاقل يبدل شويه الصوره النمطيه العاديه الاكثر سي الحبيب لا يعجبني تفاؤل اخويا محمد اخويا محمد منظم سي محمد شيء باهي شيء جديد سي محمد منظم انا عكس محمد نعم هيك عشان تجيب لي كلمة تجاه المعاكس شوف انا عشت مع السيد هذا حكايه غريبه ياسر السيد السفير هذا هو رو هي مش العم... ما بهتش كيريت هذه خاطر ثم حكايه البرتقال وثم اللي قالوا فيها ثم دخل ولكن انا عشت حاله تعيسه جدا مشيت نحضر افتتاح مهرجان جاز في سيكا جاز في الكيف كان موجود هو كان موجود جاء ساعه متاخر بساعه الناس قاعدة وهو داخل خارج على الصف الأول حير الأمة الكل وبعد دخل الفنانين وبعد خرج وجاب كاس ودخل بدرشنوة ومشى ومشى كأنه فرخ كأنه إنسان معناتها عنده مهمة سيد ذي سفير دولة عظمى ما قلتوش أنا تقنزح وما تشتحش يا أخي اشتح في عرس ما تشتحش كسفير أنت جاي الافتتاح معرف وإزهى افرح أعطي كاس للناس جايين ضيافك افرح بيهم ما ثماش مشكل وخرج ارقص في دارك عندك قصر قد الدنيا ما يتمنكش علينا ما يعتبرناش كوري وهذا جاي من اللي ينصحوا فيه على تونس اولاد المرسى اولاد الرقص اللي يحكموا في الرقص في تونس وكذا وانت تعرفهم زي حليب ما تضحكليش هذوما الناس ينصحوا فيه حتى ينفذ فينا زعما باش يولي سمباتيك واضح ينفذ في الشعب التونسي وكانه انسان عنده كذا موقع منصب قد الدنيا وهو شو محلاه شو ما بنوا شو سفير فرنسا هذا بزينه ومحلى فرنسا شوف كيفاش ولات وهي تنخر فينا معناتها هي الصورة هاي أهميتها الصورة أنها تولي هي بريتكست حشمني على روحي في مجال جازة شو نقوله حاجات نعود ونرجع الموضوعنا مسألة الحرية والرقابة اليوم احنا كانوا عايشين المفارقة اليوم أي واحد ينجم يقول كل شيء ولكن في المقابل أي واحد ينجم يعطي نفسه الشرعية باش يقوم بهذه الرقابة هو سي عبد الحليم قضية الحرية والرقابة هي التاريخ نتاعها سي سون استوار واحنا كي نحكيو الآن وهنا في تونس 2017 نحكيو ديما على سيرتو كي نحكيو على الحرية أنا نبدأ نتحسس في قناعاتي وأفكاري وهل أنه مجتمعنا أمام تحدي حقيقي للتفريط في هذا الموضوع لأنه وين تحكي على الحرية نحكيه على ضرورة تنقيح بعض القوانين الأساسية وبما فيها الدستور من أجل التضييق فيه كنا نتحدثوا على حرية التنظم نتحدثوا على إمكانية حظر أحزاب كنا نتحدثوا على حرية الاجتماع والتظاهر نحكيه على ضرورة تقزيم حدود عمل الحركات الاجتماعية إذن نحن أمام حقيقة مراجعة حقيقية تنسينا ربما ما هي الحقيقية متاع الحرية اللي هي تقريبا متفق فيها أنه الحرية هي حق أولي حق طبيعي يولد مع الإنسان وأنه بدون هذا الحق ما نجموش نتمتعوا بحياتنا الحرية هي كما الحق في الحياة وكما حقك أنك تاخذ اسمك ولكن أيضا الحرية هي شرط سياسي لأنها تمكن الإنسان باش يشارك في الحياة العامة وإدارة الحياة العامة كما إذن بدون حرية الضمير حرية التفكير ما نجموش نعملوا انتخابات وبالشكل هذا احنا نعطوا الرد الأول والإيجابي على الكثير من الرؤى التشاؤمية خويا احنا اش نجموا نعملوا بالحرية نجموا ناكلوا بالحرية نجموا نزوج الأزمة الاقتصادية بالحرية باش نأكد مرة أخرى هذا الأمر محسوم سياسيا وتاريخيا وفلسفيا الإنسان التونسي الآن ما ينجمش يعيش بحاجة أخرى من غير الحرية ما ينجمش يطور اقتصاده بدون حرية مراقبة مؤسسات الدولة ورجال الأعمال وشفافية التمويلات ما ينجمش يعيش يعمل انتخابات ناجحة بدون حرية مراقبة تمويلات الأحزاب السياسية إذن هي قضية أساسية نتنفسوا بها ونعيشوا بها وناكلوا بها والآن محاولة الرجوع بينا سواء عبر تشويه الحرية عبر تضخيم منطقة الرقابة أنا نصور هو ضحك على الذقون لأنه من الجمش يضرب حاجة أساسية وأولية دقيقة باش نسأل سؤال هني جايك أنا عم نسألك سؤال اليوم أنت كإعلامي
ومطلع وترقب يعني في الأشياء التي تحدث. يعني هل تعتبر أنه الحديث اليوم عن موضوع الحرية هو حديث راهني وواقع حقيقة مع أطراف أو أطراف اللي قاعد تطرح في هذا الموضوع الحرية، وإلا كلمة الحرية هنا عايشينها المجتمع التونسي كشيء معناها هلامي؟ هو الأساسي أيه؟ إنه الحرية عايشينها كل التوانسة وهي مكسب حقيقي لكل التوانسة، هي مش قضية نخبة. نسمعوا فيه خطر الكلام تاع مكسب حقيقي. هو مكسب حقيقي ليش؟ على مستوى الكم النجم نقيسوه، إنه لما تبدأ عندك حرية تكوين الأحزاب، وإحنا تقريبا عنا 206 أو 207 أحزاب أيه؟ يعني إنه ملايين التوانسة هم يمارسوا هذه الحرية. إذن هو مكسب لكل الناس، ليس مكسب نخبة، ليس مكسب بعض الإعلاميين، وإنما هو مكسب مبثوث في كل مناحي هذه الحرية، سواء حرية الإعلام أو حرية التعبير أو حرية التنظم أو حرية الاجتماع أو حرية التنقل. إذن هو مكسب يمس كل الناس، ووضع السؤال حوله أنا أتصور غير تاريخي بالمرة. لمني يظهر لي باش نفاجئكم، تفضل، لانه المتمعن في اللي قاعد صاير في البلاد منذ اندلاع الثوره ايه معناتها 6 سنوات، وتقييمنا للوضع الحالي، والكل يعتقد واننا كنا عايشين حريه، ولكن في نفس الوقت التساؤل لهنا في موضوع وصلب موضوع الحصة الحرية والرقابة. نعرف كون الحرية المعنى الحقيقي للحرية لازم يكون مرتبط كذلك بالرقابة. نعم صحيح، عشنا قبل 14 جانفي الرقابة اللي تعني الهيمنة، اللي تعني معناتها السيطرة، اللي تعني الاستبداد، ولكن بعد 14 جانفي مفاهيم تغيرت وأحداث معناتها سريعة عشناها، علاش قلتك 6 سنوات كانت فيها العديد من الأحداث اللي صارت، دستور متاع جمهورية ثانية اللي أسس لجمهورية ثانية. إذن معنى هالحرية هذه في علاقة بالرقابة. علاش قلت باش نفاجئكم؟ خاطر حسب تقييمي المتواضع جدا في 6 سنوات اللي غيناه معناتها فما وضعيات هشة، وضعيات غير مستقرة، وضع اللي معناتها عندنا أزمة اقتصادية، عندنا أزمة اجتماعية، عندنا أزمة بتاع مؤسسات. هذا ما نجمش، أنا منش منطلق من منظور معناتها إتادام أنا متفائلة أم أنا متشائمة. أنا هذه تعتبر كلام فهم مكدوس كي يتكلم هكا. نعتبر وأنه مفهومنا للحرية لازم ياخذ معاني صحيحة، لأن احنا في أن كونترا سوسيال، في عقد اجتماعي. كي نحكيو على العقد الاجتماعي نحكيو على الحرية، وفي نفس الوقت نحكيو على الرقابة. الرقابة ماذا تعني؟ الرقابة عندها مفاهيم متعددة، فما رقابة اجتماعية، فما رقابة قضائية، فما رقابة إدارية، فما رقابة والأخطر من هذا، لأنه الرقابات هذو معناتها هالي السيستيم هذو الكل كلهم لازم يتفهموا في المعاني متاحة، في الدلالات متاحة، وفي تنظيمها، لأن هناك نظام، هناك تنظيم، وهناك مواطنين. اليوم المواطن التونسي، وخلينا نعيشوا اللي قاعدين نعيشوا فيه اليوم في البلاد، ظاهرة العنف شكون باش يحدها؟ حرية باش تحدها؟ أنا يقول لك معناتها ولينا نشوفوا الاعتداءات بالجملة في الفضاء العام في وضح النهار. شفنا العنف كذلك في وسائل الإعلام، سمحني، في وسائل الإعلام. هذه الجمهورية الثانية، هذه باش نأسسوا للجمهورية الثانية، اعتداءات لفظيه ما بين معناتها النخب السياسيه واكثر من هكا، معناتها رؤساء الاحزاب اللي يجيو في بلاتوات معناتها في دي ديبا ويطرحوا معناتها هذاك في المخيال نتاع المواطن التونسي، في مخيال الشباب التونسي. احنا قاعدين ناسسوا لمجتمع عادل، مجتمع متوازن، لانه فما توازن ما بين الحرية وبين الرقابة. اش قاعد صاير اليوم؟ أنا قاعدين نشوفوا فيه، معناتها أنا نحب نرجع للواقع اللي نعيش فيه، ما نحبش نخمم في المطلق، لأنه بالنسبة لينا
الحرية ليست مطلقة، الرقابة كذلك ليست مطلقة. إذا خليني نسب الأمور وخليني ننطلق من الواقع اللي قاعدة نعيش فيه، أنه المواطنة التونسية والمواطن التونسي اليوم يحس بمعناتها ما عادش حرية، بخنق، فما معناتها أجواء متاع ماهيش عادية. لأنه احنا نحاولوا أنه نمشيوا للاستقرار، نحاولوا أنه نشوفوا نحب نرجع للدستور التونسي لأنه استغرق 3 سنوات وجاب معناتها حسب اعتقادي جاب بكل ما معناتها النقاشات اللي ولدت هالدستور هذايا. ما تنساش أنه الباب الثاني في الحريات والحقوق اللي تناولها أكثر معناتها النصوص الدستورية موجودة في الباب الثاني في الحقوق والحريات. حقوق والحريات خلينا نفعلوها توا. أنا كي نشوف وأنه بعد مرور 3 سنوات من صدور الدستور التونسي وخاصة في الباب اللي متعلق بالهيئات الدستورية اللي هي معناتها حاجة جديدة جابها الدستور التونسي، صحيح ولا لا؟ الهيئات الدستورية وين القانون متاعها؟ وين القانون أو المشروع الإطاري للهيئات الدستورية؟ وين مجلس أعلى للقضاء؟ وين هم المؤسسات اللي اليوم معناتها غيالمون اللي تأسس للجمهورية الثانية ونحن في برنامج الثقافة جمهورية الثقافة؟ وين الثقافة البديلة؟ احنا مازلنا رانا في اجواء. هذا ان كونستا ربما سي الفهم حكى على المسائل المبدئيه مباشره بعد الثوره. اتو نرجعوا في لي ديتاي، احنا اللي نطرحوا في الموضوع هذا لانه نعرفوا ثم اخلالات في هذه العلاقه ما بين الحريه والرقابه. سي الحبيب وبعد سي محمد تفضل. تفضل سي محمد تفضل. تمام اي تفضل. لا انا حبيت نقول انا على المستوى النظري اي كل رقابة للحرية إلا فيما لا يضر ولا يمس بالحرية، هذا مبدأ أساسي. هذه ما فهمتها يا شينا، عاود هذه. تعب أنت، تعب علي هيك كيفاش؟ يعني أي. الرقابة لا يمكن تكون إلا في احترام القوانين لتجسيد أي رقابة دستورية القوانين، وهذا مبدأ أساسي. من كل الشرقاء لا تمس جوهر الحق في الحرية. أي. هذا مبدأ أساسي. ثم بعد ذلك نقول أن الحرية حريات. أي نعم. وفي تفعيلها في الواقع نلقاوها بمستويات تفعيلها مختلف من مستوى. اذا كانت حتى على الحريه العامه والحريه الخاصه الفرديه مش كيف كيف، مش كيف ماهيش في نفس المستوى. اذا كان نتحدث على الحريه السياسيه والحريه الثقافيه ماهوش كيف كيف، نلقاو الوضعيه في البلاد نتاعنا اليوم تختلف، منها ما نجموش نحكم حكم اجمالي شمولي على المساله هذه. ما عرفش نحب نطوروا في طور احنا جايين يعني باش نطوروا. اولا في الدستور مازال منقوص باعتباره النصوص كما قالت الاخت، او ثم اجماع بيناتكم انت وسي فاهم ولامونيا انه حتى النص الدستوري النص في الدستور الذي ينص على مساله الحريات يبدو انه غير مكتمل او غير معناها لم يقع اكتمال نظرا لان النصوص التطبيقيه ماهيش موجوده في عديد المجالات. هذه من ناحيه، ومراجعه كل النصوص القديمه اللي اليوم تحكم عليها اناس بصوره متناقضه مع الدستور نفسه، هذه ظهر لابد من تنظيف المساله هذه. دونك ثانيا ان حتى الدستور نفسه في بعض مثلا عندما يتعلق الامر بالحريات، حريه الضمير وحريه مثلا، دائما فيه نوع من اللبس اللي يخلي التأويل نتاعه ممكن في مع الحرية أو ضد الحرية. أو ضد الحرية، هذه المشكلة. هذه مثل هذه وفي الحقيقة لأن الدستور هو توافق كما قيل يعني يعكس منها ميزان القوى ما بين القوى السياسية والاجتماعية، اللي من حسن الحظ أن القوى الاجتماعية كانت فعلت فعل كبير من المجتمع المدني باش خلينا نوصلوا من رغم انه الدستور من ناحيه الحريه ماهوش ربما مدينه افلاطون لكنه حققنا فيه كثير نعتقد من اهم المقتصدات. ايه. وفي كلمه زاد نقول انا نحس روحي كان في التنسيب. ايه. انا في فتره بورقيبه وبن علي وتو اعتبر نفسي اكثر حريه اليوم. انت تعتبر مع تنسيب كل ذلك، لكني مع ذلك اعتقد انا اتمتع بحريه اكبر بكثير في عهد بن علي وفي عهد بورقيبه لا شك، لكن انا خاص كثير. سي الحميد لا يستحب اقول لك انا ثم صوره قالها الدكتور هشام جعيط ممتازه. أي. هي نحب نبدا بها ديما حديثي على الحريه. يقول الحريه هي لعبه جات في دين الشعب التونسي ماهوش باش يسلم فيها الا ما يموت.
باش تجرحوا الحرية هي لعبة جات في دين الشعب التونسي ما يسلم فيها إلا ما يموت ولا يحققها أي نعم. ولا يرد حاجة الفايت باش تجرحوا باش تهرب عليه باش ما تحققلوش أمانيه ثم لعبة أخرى خير منها هذا الكل ممكن ولكن هو مطلب يعني ولكن ما عادش ينجم يسلم فيها هذه الجملة المفتاح في كلامي ما عادش قادر يسلم فيها ولكن المشكلة هي مشكلة الثورة هذه ولا التغيير ولا اللي صار في 14 جانفي يسميه أنا ما عندي حتى موقف متحجر من 14 جانفي ولا من 17 اللي صار هذا كل ما رافقتوش لا ثورة ثقافية لا ثورة قيمية احنا لا ثورة ثقافية ولا ثورة قيمية أين القيم اللي خلطت عليهم الثورة عاودوا ربحوا المقابلة معناتها اللي ثرن عليه بعد 3-4 سنين عاود نرقيناه عاود رجع اللي به الفايدة بل بالعكس نزدت عليه نوع من المحافظة وزدت عليه نوع من الناس المكبوتين كانت عندهم إمكانيات للفعل مباشرة وتشكلت صورة مافيات بين محافظين جايين من عروق حركة التحرر وبين محافظين جايين من عروق الإخوان المسلمين ومن لف لفهم وتلفت علينا المحافظين الكل وحافظوا على وضعية مالية وسياسية تساعدهم الكل احنا في هذا الكل فين احنا كنا نتلاطخوا مع رقابة المسرح ورقابة السينما وخذ رخص التصوير وخذ العزاء لقينا رواحنا ربحنا شطر المعركة من حيث الإدارة في الإبداع ربحنا نص المعركة ما ربحناش المعركة ككل لأنه نهارت اللي تحلت البيبان ما عرفنيش في الثقافة نحكي أيه. في الإبداع وفي النشاط الثقافي الواحد مش في الثورة الثقافية الحقيقية اللي هي تعم الناس كل في الميدان لقينا رواحنا شابين الألف مكان وجواع على الحرية هذه وجواع على وضعيتنا الكارثية وما حققنا حتى شيء بعد 6 سنين معناتها الوضع الإبداعي والثقافي والحريات فيه بسيطة وبسيطة جدا أقل من حرية العطار نحتلنا تأشيرة المسرح قتلنا رخص التصوير لكن كي نقيم معناتها شبقانا المعركة مع الرقابة في الإبداع اللي هو احنا كان العدو اللدود متاعنا كي ربحنا الحرية ما عرفناش ننفذها قعدنا نكركروا في حاجات ورانا وبعد جات السنسرة المادية وبعد جاتنا السنسرة من بربوزات جاءوا يضربوا فينا مباشرة العام الأول نحكي لك ثم 10 استهدافات لمثقفين وفنانين صحيح العام الأول برك صحيح. حتى لين معناتها من ضربان النوزي بسكينة التكسير الآلات متاع البحث الموسيقي ولاد المناجم ضربان نوري بوزيد شاقور على رأسه دبوز حديد دبوز على رأسه الهجوم على أفريكا والأمن غير موجود إلى العبدلية إلى 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 وتمادى هذا الشيء ثم عنده حاجة أخرى اللي هي بالحساب تجي تلقاها تناسب مراحل انتخابية وإلى أزمنة الانتخابية لتهيئة الرأي العام حتى لا ينساب في جرة الكفار الفنانين وهذا حساب كبير توا علاش بديت هذه حكاية الهاكم والتكاثر توا تقلق حد هي الهاكم والتكاثر وقال يوسف الصديق الكلمة موجودة من الجاهلية واحدة بتقلق حتى حد أما هي ديكلونشمون تحملة تصنع رأي عام يهيئ للانتخابات البلدية بسار مع بيرسيبوليس يرحم والدي كله وعلتها وهذا في خبث وإحنا ما نش قادرين على الخبث اللي نعمله في الإبداع الخبث الوحيد متاعنا هو أنه نعمل أكثر شو الكونستان متاعك أنت سي الحبيب فيما يخص الكونستان متاعي أنا اللي فيما يخص الحرية أنا ضد الرقابة تماما أنا نعتبر الحرية هي الأصل ونعتبر اللي ميكانيزمات الرقابة ثم شيء يزمو ميكانيزمات في الآليات وفي غيره ولكن الحرية هي الأصل والحرية لا يحدها حد شيء ولكن أنت يا سي الحبيب بالمقابل ذكرني أنت قبل المداخلة الأولى تقول إحنا عندنا أيضا في نفس الوقت هذه الأزمة القيمية هذا المشكل الحقيقي هذا اللي احنا ما نش متوجهين له خاطر ثم اطراف اخرى تقول حتى نحن رانا عندنا ازمه قيميه وعندنا ازمه اخلاقيه وانطلاقا من هذا المنطلق قائم يمارسوا الرقابه هذه مفارقه ما مارسوش الرقابه سي عبد الحليم نمارسوا القراءه الحقيقيه ونمارسوا اصلاح انفسنا واصلاح جيراننا واخواننا والمجتمع نتاعنا هذه الممارسه مش الرقابه الرقابه ما تهز لحد شيء كل الحبوسات ويعاود ولا العقاب ولا كله يهز الرقابه في الاداره
في مسك الأموال في غيرة الحرية ما عندها حتى رقيب. وحتى حد نجم يسمي روحه رقيب، ربي خلقنا أحرار، فهمت؟ خلقنا أحرار، اللي يحب يراقب يمشي يراقب بدنه جسمه، حتى عائلته ما عندوش عليها حق. معناتها باش نبداو القوانين هذه مفهوم مطلق، سامحني طبعاً. مفهوم مطلق للحرية. احنا نعالجه في مشاكل اجتماعية اليوم، هذا الموضوع الابداع والفن. احكي لي انت على المشاكل الاجتماعية هذه. مشاكل اجتماعية عديدة متعددة، نعطي الفهم وبعد نعطيك كلمة وضح لنا المشاكل الاجتماعية. هو بالتأكيد وانطلاقا من اللي قاله سي حبيب، احنا باش ندخل بعد في جوهر الموضوع، طريقة تصريف الحرية وطريقة أيضا تصريف الرقابة. ولكن أنا حبيت نرجع للقضية الأصل، أنت طرحتي المسألة القانونية. إحنا في علاقة بالحرية وفي علاقة بالرقابة والمقدس لن نخترع العجلة، هذا مواصلة متاع نقاش فلسفي وسياسي مطروح منذ عقود. معناه في تونس كيف ينظم؟ ينظم بالدستور وبالقوانين الأساسية والتشريعات والمعاهدات التي أمضت عليها تونس. في الفصل 31 من الدستور التونسي يقول إن حرية التعبير والمعتقد مضمونة ولا تمارس رقابة مسبقة عليها، كما أنه المرسوم 115 اللي نظم حرية التعبير والصحافة والطباعة والنشر يقول في فصله الأول إنه هذه الحرية مضمونة، ولكن يقع تقييدها بشرط أن تكون التقييد يتم عبر القوانين وبشكل واضح في الدستور بيده، وأيضا في الدستور في المادة بيده، وأن تكون التقييد مستجوب هذه الحرية، أن يكون أيضا التقييد من أجل خدمة منفعة عامة على غرار حماية كرامة الآخرين والنظام العام وغيره، ولكن أيضا وفق قضيتي التناسب والضرورة، أي أن تكون هذه التقييدات ضرورية لمجتمع ديمقراطي. وقضية التناسب هو أن يكون الفائدة للمتضررين أكبر من الخسارة التي قد تلحق بالحرية. وبالتالي فإن هذه القوانين، لأنه لا نستطيع أن نمارس أي ممارسة فضلة بدون اعتماد على قوانين، وأي رقابة خارج القانون هي رقابة غير محترمة ويمكن أن تشكل خطرا حقيقيا على المجتمع. من هذه الزاوية حتى لا نخيف أيضا المواطن والجمهور، الحرية ليست مطلقة في تونس، فهي مقيدة، وهناك أيضا عقوبات بالسجن تصل إلى 5 سنوات في خطابات الكراهية والعنف أو غيره. هذا من حيث المبدأ ليبدأ واضحا، لكن لو أكد مرة أخرى كما أكدتم جميعا أن الحرية هي مبدأ أصيل وحقيقي لا يمكن تشويهه. نذهب الآن مباشرة إلى مختلفين. لا لسنا مختلفين الآن، هو الموضوع الحقيقي، موضوع النقاش هو كيف نفصلها الآن. وأنا من مجال الإعلام أطرح هذه القضايا، تقول لي بكل وضوح، أنا في وسائل الإعلام نشوف تشهير بالنساء وبالأطفال وسب النشطاء وغيره، نقول لك شيطنة النخب، شيطنة النخب، شيطنة المقدسات، الأفكار، نقول لك هذه حقيقة. ولكن هذا التشويه وغيره لا يتم من رجالات وأبناء الثورة، وإنما أبناء ورجالات ما قبل الثورة. الآن كثر الحديث الأسابيع الأخيرة على نحن شنو معناه أبناء ما قبل الثورة؟ نعم سأذهب مباشرة إلى هذا الموضوع. سميلي في الوقت في الأسبوع الماضي طرح موضوع الكلاب والكلبية وغيرها، وشد كلابك هؤلاء يطرحون خاصة قضية السب في صحف مثل المساء والصور وغيره. نؤكد مرة أخرى أن ما يرد من تشويه للنشطاء وغيرهم على صفحات المساء والصور وغيره لا يأتي من أبناء الحرية ومن أبناء الثورة. المساء والصور وغيرها هي سليل الإعلان والحدث، أي سليل البارونات التي انتعشت تحت الدكتاتورية، يعني صحفي الدكتاتورية، يعني بوليس الدكتاتورية، يعني سياسي الدكتاتورية، ليسوا أبناء الثورة وليسوا أبناء الحرية. وكل الاستعمالات السيئة الآن للحرية سواء على مستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي ليست منا وليست من أبناء الثورة. لذلك لابد من الدفاع عن قيم الثورة الحقيقية، عن المضامين الحقيقية التي تحترم الحرية، ولكنها أيضا تؤنسن هذه الحرية، أي أن تكون حرية لفائدة جميع التونسيين، لفائدة النخبة التونسية، ولكن أيضا لفائدة قيم الحرية والنبل والإبداع وغيره. إذن الذين الآن يصادرون الحق في مسرحية الهاكم التكاثر
ليس لهم علاقة بالثورة أبدا وليس علاقة لهم بالحرية، هم سليلو عقود الظلمة والتكفير وغيره. إذن عندنا قضية الأنسنة، أنسنة الحرية، أنسنة الحرية، ولكن أيضا مقاومة سكيزوفرينيا في التعامل مع الحرية. سأعطيك مثال بعد أحداث سليمان. أحداث سليمان تم الحكم على اثنين من الجهاديين بين ظفرين بالإعدام، وفي تلك الفترة كانت هناك حركة كبيرة في تونس مقاومة لحكم الإعدام. أنا شخصيا كنت أمضيت عريضة من أجل عدم تنفيذ حكم الإعدام في علاقة بشخصين من مجموعة نابل، انطلاقا من رؤيتين. أولا أنه حكم الإعدام هو حكم بربري وبشع، وثانيا كانت هناك مخاوف أن المحكومين بالإعدام أن قد لا يكونوا تعرضوا إلى محاكمة عادلة. في ذلك الوقت جماعة سليمان ومحاميهم وكل المنظمات التي ساندتهم هللت لهذا الخبر بإسقاط حكم الإعدام بما فيهم الأشخاص معني أنفسهم بعد الثورة، وفي ظل النقاش حول النقطة فقط في ظل النقاش حول عقوبة الإعدام في الدستور الجديد، أحد المحكومين بالإعدام في تلك الفترة الذي دفعنا عنهم كان مع حكم الإعدام. هذه مفارقات عجيبة. نقطة بسيطة أنا تعليق بسيط، خذ كلمة معناتها كبيرة شوية أنا مع فهم في اللي قالوا، لأنه ما ثماش أبناء الثورة وغير أبناء، لأن حتى ريكو باو المرزوقي أولاد الثورة زاد، فهمت؟ اللي هم أعداء الحرية. وهو قائد ميليشيات، يعني المسألة قائد ميليشيات الثورة اللي هو مش خارج من التيار القديم، معناتها ماشي هذه ابناء الثوره كلمه عامه شويه نسب المعنى هذا من جاءوا مع الثوره هو للحريه. يا حبيب بلكشي هو يقصد ابناء الثوره، ثم ناس ابناء الثوره، ثم ناس نضلت من اجل هذه الثوره وثم ناس نضلت من اجل الحريه احنا تشبلها يعني. اي وثم اجيال متواتره وراء بعضها باش نوصلوا احنا لهذه المرحله. لا خاطر ثم كلمه ابناء الثوره وكانه حتى لجان حمايه الثوره ابناء الثوره، كل واحد حتى المرزوقي اللي طلعته كل واحد يجي يدعي حتى الغنوشي ولد الثوره، لا هذوما اعداء الحريه، هذوما ناس اسماء اعداء الحريه وبينين. اللي يرتع في قصر المرزوقي في قصر الجمهوريه الاولى والثانيه والعاشره وجاي من المحق ومن السجون هو اللي يستقبل ريكوبا، وهو اللي يستقبل حماية الثورة، وهو اللي يلزم على الثقافة والفنون ويقول على الثقافة والفنون، يقول هذوما ناس اكستريميست. قال قال صحيح مش معقول صحيح. لمونيا والله انا المسائل الاجتماعية، المسائل الاجتماعية والسياسية اللي نعيش فيها منذ 14 جانفي 2011 وكلنا عشنا معناتها محاكمة نسمة بيرسيبوليس ونعرفوا الخلفيات متاع محاكمة نسمة، إذن الكلنا زاد عشنا فيما بعد في 2013 ولا 2014 محاكمة أولاد الكنز، ولد الكنز مغني الراب في إطار معناتها أنتم جبدتوا على الفنون، جبدتوا معناتها الحق في التعبير الفني. إلى جانب المواضيع هذه اللي تهم الفن تهم الثقافة معناتها بمفهومها الشامل، ثم في نفس الوقت اللي أنا التوجه متاعي على الأقل هو في إطار الحوكمة الرشيدة، وانت تعرضت في البداية إلى معناتها الفساد اللي قاعد يخل المجتمع التونسي. كيف نحطوا احنا فساد لهنا ونحطوا حرية لهنا وما يكونش فما معادلة، ما تكونش فما رقابة، ولهنا مفهوم الرقابة حسب اعتقادي أمتلكه واللي معناتها نتبناه، فرق راو ما بين التحريم والحماية. أنا اللي نعني به الرقابة من منظور هذية هي حماية الحقوق وحماية الغير، لأننا نعيش في مجتمع والمجتمع هذية عنده قيم، وهنا نرجع لك للقيم متاعنا. القيم التسامح، الكلهم يحكيوا على التسامح سيمح صحيح سي عبد الحليم، الكل يحكيوا على التسامح من الاكستريم غوش الاكستريم دوات، صحيح ولا لا؟ صحيح. انا غلطه قولوا لي هذا صحيح. الكلهم على نفس الخطاب، نحكي على الخطاب السياسي نعم في المنابر التلفزيونيه نفس معناتها كلهم يقولوا نحترموا المراه وكلهم يقولوا وضعية المرأة خليني هذيك وضعية أخرى هو سيتانوتخ معناتها فولي اللي نتعمق فيه في حتى ما عندك 8 مارس وعندك 13 أوت، ما عدا ذلك ما فما حد شيء للمرأة نكذبوا على رواحنا مش صحيح. وكونه وضعية النساء بعد 14 جاندي في تأخر
معناتها واضح للعيان واضح. هذيك مسألة أخرى اللي أكبر دليل على ذلك وأنه القانون الإيطالي ضد العنف التوى عنده عامين وهو معناتها في مازال ما وقعش المصادقة عليه ومازالت ما وقعش معناتها نقاش فيه معناتها بصفة جدية. نقول أنه المسألة هي مسألة حوكمة رشيدة اليوم في تونس. كيفاش المنظور متاعنا هالحرية هذية اللي تعطي معناتها نرجع للدستور والمبادئ صحيح أنا ما نختلفوش في الفلسفة العامة للحريات، ولكن ربما لهنا اللي قيدنا أكثر كيفاش اليوم نشوفوا الميكانيزم متاع الرقابة اللي تحمي في الحماية وليس في التحريم. لأنه الخطر اليوم اللي تعيشه تونس في استعمال الدين معناتها العنصر الديني لواش نستعملوه؟ نستعملوه باش نقمعوا النساء، هذه أول حاجة، باش نقمعوا حرية المعتقد. لا مني سمحني. لا هو استعمال، خليني نكمل الدين باش نقمعوا النساء. لا معناتها مبالغة شوية. لا ما فماش مبالغة، لأنه استعمال. لا مش باش نقمعوا، باش نحافظوا على حريتهم كيف ما كانت في القرن السادس ولا السابع. هذا ممكن معناتها في هذا نوع من التحريم، مش معناتها الحماية، هو تحريم للجنس، تحريم للمرأة، تحريم ما هو مختلف، حق الاختلاف لهنا. وأنه موضوعنا صلب الموضوع متاعنا في الحرية والإبداع هو الحق في الاختلاف مع آليات تحمي. علاش حكيت انا في البدايه على لو كونترا سوسيال؟ هو العقد الاجتماعي. سمحني، هذه لان الحريه مسؤوليه الاليه هذه نتاع مسؤوليه شكون؟ هي عندكم انتم قطاع في القضاء وقطاع عندكم برشا مشاكل. ها هو القضاء مازال ما تركزش. سمحني، مش ما عندناش مجلس اعلى للقضاء التوا، معناتها المساله اصبحت معناتها خطيره، وكونه الى يومنا هذا ما وقعش الاتفاق وما وقعش معناتها حتى ما بين القضاة فيما بينهم. إذا عندنا اليوم حكومة نقول أنها حكومة معناتها بعد المؤقت جينا للمؤسسات الدائمة في الدولة التونسية، ولكن في نفس الوقت نقع فما تأخير وفما ديسباريتي ما بين هالنصوص هذه اللي جاتنا الدستورية مع مطابقتها للقوانين التشريعية ومع القوانين التطبيقية. كما سيادتك تعرفت اليوم ما زلنا إذا احنا في بناء، واللي يخوفني لهنا ومش نرجع لمفهوم الرقابة، أن تكون فما رقابة اجتماعية ذاتية ذات معناتها مفهوم ديني ومفهوم ضيق للحريات. واضح. ولهنا نندرج ضمن المفهوم الفنون. واضح. وكيفاش التعبير هو حر. انا معاك معناتها 100% في معناتها حريه الابداع وحريه التفكير وحريه معناتها بشكل عام، ولكن راو في نفس الوقت الى جانب هذه هي الثقافه. الثقافه باش نولي انا معناتها في الدول في الدول المتقدمه يولي الفرد هو يحمل نمط نتاع تفكير معين، ويولي يحمل نمط نتاع ناخذ مثال بسيط. تراك محامي، الزبله محامي الزبله اللي موجوده معناتها ما تخليش حتى حد يتكلم معاك. لا معذره، كمل جست الفكره نتاعي. وكونه اليوم معناتها اللي قاعدين نعيشوا فيه في المجال العام، وانه اليوم النظافه في البلدان معناتها المدينه نتاعنا اليوم معناتها فما اشكال كبير. اسكو كيف يبدا مواطن متربي فما التربيه على حقوق الانسان، هذه التربيه بتاع حقوق الانسان اللي تبدا اقل برشا من حقوق الانسان اللي تبدا من المدرسه. اليوم من المدرسه من الروضه، احنا في الروضات نتاعنا عشنا معناتها مأساة كبيرة. نسمع سي محمد، يعني شبيك ما تفكش تكلم؟ لا ما فكش، طبيعه استاذ هذه راي نحترمها اولا لان كلامها جميل. فقط
حبيت انا نوافق اخويا الحبيب فيما يخص تنسيب مشكله من هو الثوري اليوم. أي. لان الثوره تجيب ديمونس روسيه تجيب وحوش يعني اليوم اللي يحكموا فينا اليوم جابتهم الثوره ما جابهمش حد اخر ما جابش تسلطوا علينا تسليط ما وقعش انقلاب انا بالتالي لابد ان هو نسبوهم باعتبار مواقفهم الحريه اللي يحكموا فينا اليوم هو مجموعه محافظه دينيه ومحافظه ليبراليه مختلطه هكا لكنها ماهيش حتى تبيع وتشري في التقدم في التقدميه نتاعها هذا الواقع عندنا اليوم السياسي لكن مش هذا الاهم عندما نتحدث عن الحريات بالطبع لا تعني الحريه الفوضى هذاك علاش هو فما دساتير فما قوانين وهذاك علاش طالما انه ما فهمش قوانين يعني اللي هي مطبقة واللي تجعل أن حرية زي كذلك هي تعني أنا حريتي كمواطن هو المطالبة مثلا بحقوقي وكذلك القيام بواجباتي هنا في التناقض الحرية والواجب مرتبطين ببعضهم اللي نشوفوها اليوم الإنسان يمشي ويضرب وكذا ولكن يمشي يدفع للمعاليم البلدية ولا غيرها إلى آخره لكن نتحدث على حرية الصحافة هل يمكن أن نتحدث عن حرية الصحافة والنفاذ إلى المعلومة ما زالت تخلق مشاكل كبيرة وفما الإدارة ما تعطيش إلى آخره عندما نتحدث عن حرية التسامح والحق في الاختلاف ونشوف أشياء للأقليات الجنسية مثلا كما المثليين اللي ناس يقع الاعتداء عليهم لإثبات أنهم منها متورطين في ما لا ينفيه القانون الدستور البلاد يعني عندما زاد كذلك في الثقافة في الثقافة زاد هنا نحب جانب آخر هو جانب الرقابة الذاتية أكثر ربما اليوم تعتبر أن الرقابة الذاتية هامة بالطبع هذا ينطبق على الإعلام في نفس الوقت قد هو يجاوب خير مني في الإعلام أما نعتقدها موجودة لأن ما زال ما استبطلناش معنى الحرية في عمقه شدينا ما زلنا في الطبقات الفوقية لمعنى الحرية يعني الحرية الاختلاف الحقيقي اللي يلزمني نقبله اللي ما زلنا مش قابلينه لأنه اليوم وقت نشوفه أنه اليوم مثلا تحب تكون بنشاط ثقافي في حي يكفي أنه باش يكون جامع وفيه البوق ويتحدث الإمام وتسمع الكلام يقوله اللي هو يسلط هذه رقابة نتاع مجتمع رقابة مرئية ولكنها ماهيش انستيتيونيل بالمعنى القانوني لكنها موجودة في المؤسسات في الفضاء في تركيبة الحضارية للمجتمع اللي تخلي الإنسان يخاف يبقى في داره ولا يفرض عليه حاجة ما يقبلهاش إلى آخره يعني هذا كله يندد بكل من هذاك الشيء اللي يخلي يعني مثلا يجعل الناس تخاف وبالتالي نعم هذاك الشيء اللي يخلي أنه بعض الأنشطة الثقافية والمبادرات الثقافية تتعمل كنوع معناها من الشيء المسكر على روحه فعلا هذه نتيجة لهذه فعلا 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 أنك باستثناء بعض الفضاءات العامة المعروفة إذا كانت تمشي في بعض الأحياء لا يمكن لك أن تقوم بكل أنشطة القانون ما يمنحهاش لكن هك الرقابة متمماتها أو شروطها مثلا ماشي إضافة إلى ما استبطلناه منها ربما تاريخيا في فكرنا حبيبي تحدث على ثورة قيم وثقافية عذرنا الوحيد أن ما زلنا في المرحلة الانتقالية والانتقال الديمقراطي شو طول هذا يعني مش طول مش طول لا مش طول أنا متأكد أنها سوف تطول لأن المسألة مش بالسهولة متكلم متكلم كيفاش متكلم مش أنت بقولك متكلمش تفضل ساعة أنت ساعة عامل لقاء غير متوازن لا احنا كل قراب لبعضنا فكريا كانك جبت لنا واحد على الأقل مانيش نعمل هنا في نقاش سياسي بارك الله فيك نجيب في المثقفين أنا مش نجيب في الواحد برك على الاقل واحد لا لا انا اقول لك ما تدخلنيش فيما في اتهام خطير جدا خلينا نفدك شويه شبيك وليت واحد تفضل شوف انا عجبتني فكره الزبله خاطر هي حقيقه هذه الثوره هذه في المرحله الانتقاليه هي مراحل انتقاليه مراحل صعاب والناس تكتشف بعضها والجيران يعرفوا بعض سي الحبيب احنا عملنا حلقه على الزبله راهو اي انا عندي ما نكمل في الزبله ما حضرتش فيها لا لا الفكره اللي جابتها عمل حتى وزير للزبله في وقت ما اي وفي جرته نزاد الخبز راهو اللي ما نزادش تو كيفاش في جره وزير الزبله نزاد الخبز صار ثوره 2003 2048 83 84 جانفي 84 هي فكره الزبله والحريه فكره ممتازه هو لانه هو الانسان يسخيل كي يطيش الزبله حر في نجاه هذيك حريته حر وهنا فين المشكل هو كل اللي ما يطيش الزبله هو المواطن الحر هو اللي يحطها في مكانها هو المواطن الحر
والمواطن الحر وقت اللي ما يلقاش مكانها يمشي للبلدية ويكلم جارو ويكلم جار جارو ويمشي يقف قدام البلدية ويحط ساعة من خدمته من وقته ويطالب بهزانة زملاء. هذا المواطن ما اكتشفناهش احنا بعد الثورة. شفنا شو هالمواطن والله اللوجو فيه. ولقينا هكا بعض البوزات صف على الخبز في يوم ما كي سكروا المخابز. صحيح. الناس متضامنه واحد يعطي في الخبز بلاش. شفنا بعض التمثيليات. لا مش تمثيليات ثم ناس لا منظموش الناس وثم ينظفوا كحملات ولكن الشيء هذا ما دامش وموش هو وجه الحقيقي للثورة. أيه. والا للتغيير والا للي نحبوا. أيه. نقولوه مع بعضنا الحقيقي هي ان عمت الزبله والزبابلية والمزبلين. واصبحت الزبله طالعه من التلفزه من الراديو من الجريده من المكتب من المدرسه من القضاء. استعاره شيء غريب. اي استعاره طبعا. ولكن حتى نفهم الناس الكل معناتها كي استرجعنا حريتنا او جزء منها. أي. اشتقت ولينا ظهرنا كي سكان البلاستيك نتاع الزبله كل واحد خرج الافرازات المسخه فيه حتى واحد اللي اعطى البلاد هذه فهمني شيء والا النسبه ضئيله مش ما ننفيش معناتها انه اكيد فما مواطنين ما يتراوش قاعدين يبنيوا في البلاد هذه من تالي بمعاناه كبيره فهمني لانهم مقتنعين ان المعركه من اجل الحريه هي معركه طويله وهي معركه ضد روحك وضد جزء منك انت فضد جارك والمواطنين التوانسه الجهاد الاكبر والمواطنين التوانسه فقنا بهم بالقدا بعد الثوره معناتها انا كنت اتخيل الشعب هذا باش يخرج منه العجب حقيقه مش كنت نية ولكن دائرتي كانت فيها ناس طيبة وكذا وعائلتي وحومتي فيها زوفرية والأخرين والعياق واحد ولكن الأغلبية كانت ناس طيبة واللي يمكن بحريتهم يخرج منهم شيء معناتها يبني البلاد. أنا كنت نتصور أي تغيير يحرر المواطن التونسي ويعطيه حريته ويسمح له مجال للديمقراطية كانت البلاد هذه باش تولي خير من كوريا وخير من الواد خير من البلدان اللي تقدمت في وقت قصير بالديمقراطية. ولكن احنا طلع علينا البدر بالعكس معناتها ظهرنا عندنا شيء نحب ونفضوه مع بعضنا عضنا هيمنة عندنا احتكارية عندنا قوة عندنا بغض. الناس كل تحب تاخذ مكان الدكتاتور. كل مواطن في وسطه دكتاتور وفي وسطه خمج وفي وسطه أحلام ضد المواطنة. معناتها نبالغ باش نوصل للصورة اللي وصلنا لها وهذه الكارثة اللي هي تتسبب في تعثر تقدم الحريات. واضح. في البركة. أنا فقط إشارة بسيطة جدا. أنا أتحدث عن سياق ثوري. فأنا بالتأكيد أتحدث عن السياق الذي يحترم الحريات ويكرسها. وحينك تحدثت عن استعمال السيء للحرية برجوع إلى أن ما يستفيد من الحرية بشكل سيء الآن هم من الذين كرسوا الدكتاتورية في سنوات مضت وربما هذا الخطر الحقيقي لأنك لا تستطيع أن تصرف الحرية بشكل جيد بآليات قديمة وذهنيات قديمة وقوانين قديمة. واضح. الحرية والرقابة لا يمكن أن تصرف فقط بالقوانين لأن القوانين لم تصنع ربيع المجتمعات وإنما سيرتها الثقافية والفكرية. إذن لابد من ضربة كبيرة ولذلك لابد من صبر المجتمع على الممارسات الخاطئة. جزء من قوتنا في التعامل مع الحرية هو روح الاختلاف أن نقبل إساءات الآخرين لأنه في سائر الأيام أن الصحافي يمارس حريته بشكل عادي هذا ليس خبرا عاديا ولكن أن نتحمل بعض الاستعمالات القصوية والشاذة والاستفزازية هذه قدرة المجتمع. فمثلا لو ناخذ أمثلة متعددة مثلا نتذكر مثال أمينة فيمن. أمينة فيمن عبرت بالعراء على شكل احتجاجي ضد تسلط المجتمع وأجهزته الأمنية وغيره في ظل مجتمع ديمقراطي هذا الشكل من الاحتجاج يقبل ولا معنى له بخدش الحياة. وهناك أمثلة عديدة. سأعطيك مثال مثلا من المجتمع الأمريكي في سنوات الخمسينات. أحد المواطنين الأمريكيين أنزل العلم الأمريكي وحرقه وتم مقاضاته. المحكمة الدستورية الأمريكية رفضت تجريم هذا الشخص وقالت هذا الأمريكي أنزل العلم الأمريكي فهو أساء لكل المجتمع الأمريكي ولأن المجتمع الأمريكي ديمقراطي فهو يتحمل هذه الضريبة ولكن في نفس الوقت لن يقبل المجتمع الأمريكي أن
تحصل ممارسة تمييزية ضد جنس أو لون، خاصة في فترة تصفية العنصرية في أمريكا. إذن سيفهم شو يقولوا اليوم في هالوضعية هذه اللي فيها يبدو أنه قائم على مفارقة، شكون يقول أنها المفارقة هذه متأتية من النص المؤسس الموجود في الدستور، وولينا أن كل واحد يفتي، فهمتني كيفاش، يويلوا يتمتع بهذه الحرية ويويلوا في نفس الوقت خايف من الرقابة حتى أنها تكون مش موجودة هذه الرقابة فيقوم بمراقبة نفسه. هو أنا كما أكدت من الأول أنه حقيقة هناك مغالاة وهناك فوبيا في علاقة بالتصريف هذه الحرية. أنا نعتبر أنه الحرية كما أنه أخلاقيات المهنة الصحفية هي مسار يتطلب كثير من الصبر، كثير من النقاش، كثير من التفكير، وأنه القوانين والرقابة بأشكالها الجذرية لا يمكن أن تفتح أن تحل هذا الموضوع. في مناقشة مثلا تنظيم حرية التعبير والصحافة والطباعة النشر سنة 2011 في هيئة إصلاح الإعلام تم مناقشة هذا الموضوع ومنذ الأشهر الأولى، هل نحن في حاجة إلى قوانين محافظة تحمل حرية وفي نفس الوقت توجد أشكال ناعمة للرقابة؟ لكن في النهاية تم تبني رؤية قانونية متحررة تعطي هواء مش أكثر للحرية على حساب الرقابة، وأنا أتصور أنه هذا جوهر النقاش في هذه المرحلة. استنفذنا الوقت تماما سي محمد، وأنا جايك لمونيا ونختم بيك سي الحبيب. فقط ثم جانب ما تعرضنا ليش هو علاقة الحرية بالمال. حرية بالمال مهم يعني هام جدا اليوم كان تأخذ حرية الأحزاب موجودة، هذا نعلقوه موضوع نقشوه المرة الجاية في جمهور أي نعم. فقط حبيت أقول أن كيف نقول لشخص تمتع بحريتك الثقافية مثلا في قرية ما لكنه لا تتوفر لديه لا الفضاءات، عنده شيء عنده حتى شيء، بمعنى أن تقول ل 270 ألف بطال من التعليم العالي أن لك الحرية ثقافية وهو ما عنده قوت يوم وما صحيح. يعني متشعب ومرتبطة بعضها البعض، لكن ما معنى اليوم حرية الأحزاب وتكوين الأحزاب؟ لكننا نعرف أن اليوم النشاط الديمقراطية والانتخابات فيها كل ثم المال السياسي أيضاً ثم أنا نحتاط ربما من الأسباب اللي تجعلني ما نقومش بالسياسة مباشرة. أي حزب اليوم ينجم ينجح بدون ما يكون وراه مال ومال هام مش شوية فقط، هذه مسألة ما تروح على الديمقراطية، أزمة الديمقراطية والحرية في الحرية الحقيقة. والمال هذا موضوع مهم جداً ربما نرشحه لنناقشه في جمهورية الثقافة. هو في نفس التوجه وأنه كما نتحدثوا على الحرية وعلى الرقابة بطبيعة الحال باش نحكيه على الفساد، لأنه الفساد شنو اللي يوقف الفساد؟ يوقف الفساد هي الرقابة كسوة قضائية صحيح. ولا إدارية ولا اجتماعية. أنا حبيت نختم بالكلمة هذه وكونه بالنسبة حسب اعتقادي الحرية هي وعي، ولهنا في صلب الثقافة متاعنا تأسيس الثقافة البديلة هو وعي وكذلك تأطير، لأنه اليوم مسألة التأطير ولات ضرورية بالنسبة للمجتمع المدني، ونعرف كونه دور المجتمع المدني منذ 14 جانفي هو دور معناتها قاموا بدور حيوي ودور معناتها فاعل في الحراك الاجتماعي هذا الكل. إذن الحرية هي معناتها وعي تأطير وكذلك تنظيم، وما ننساش ولأني أنا أعتقد وأنه وهذا ربما معناتها سيفها ما يتمشاش معايا في مفهوم الرقابة، لأنه ما نجمش نحكي على حرية في المطلق بدون أن أتعرض إلى وسائل رقابية اللي تحمي المجتمع، تحميه مني أنا. أعتقد وأنه المثال الأمريكي أعتقد وأنه مثال سيء، لأني عشت وعاشوا توانسة ظاهرة العلم التونسي وشفنا معناتها ردود الفعل وقت لي مش حرق العلم التونسي، بدل العلم التونسي ولهنا ثم غزو ثقافي وإحنا في صلب الثقافة. إذا أعتقد وكونوا الوطنية والمواطنة هذا نجم هو نقفل الحلقة نجم نقفل الحلقة ولا نعم أي الوطنية والمواطنة هو مفهوم الحرية وكذلك الرقابة. بارك الله فيك. خليك حكي بالوقت. أتكلم أنا كلمتي. أي نعم. حريتي جاية هدية مع عند مواطن آخر، والمواطن الآخر حريته يعطيها لي. الحرية هي
وعي عام نتبادلوه. هو باش يهمني فيك اش لابس، اش تعطيني، اش نعطيك، اش نهزوا بعضنا القانون، ثم القانون فوق الجميع، وبعد القانون حريتنا مطلقة، والحرية يلزمنا نتبادلوها. أي نعم. يزينا من الورد ويزينا من الكلام الجميل، يلزم نتعلموا نهديو الحرية لبعضنا. يلزمنا نتعلموا. انت في ذو جار بلا عينين وبلا وذنين. يلزمنا نتعلموا. لا افتكيناها ولكن. يلزمنا نتعلموا. يلزمنا نتعلموا نهديو الحرية لبعضنا. انتهى الوقت. شكرا جزيلا على هذه المداخلات الرشيقة. الموضوع رو ما حسمناش فيه. نحن نلامس وسنعود إليه في ربما في حلقات أخرى. حكينا على الفساد والمال والفساد والحرية السياسية وغيرها. توفيق المديني كتب كتاب مثير للجدل في الحقيقة. سي توفيق المديني كتب تونس الدولة الغنائمية. تونس الدولة الغنائمية في زمن الفساد العولمي. هذه إشكاليات كبيرة. ربما نعود إلى هذا الموضوع، وربما نعود إلى مناقشة هذه القضايا. سي الحبيب هذا يهمك عادة. تفضل سيدي، تفضل تنجم تاخذه. خلينا نذكر هناك كتاب مميز لعبد الرزاق المجبري، منشورات مركز الدراسات الإسلامية بالقيروان، المزار في كتب الجغرافيين والرحالة العرب من القرن الرابع إلى القرن السادس هجري. دراسة مهمة يلتقي فيها التاريخي والجغرافي والتصوف وغيره. نذكر ببعض الكتب مبكر العيادي، العتق والرق، مقالات في ثورات الربيع العربي وما تلاها، دارس بيرسبكتيف النشر. تعرفوا هذا الكتاب؟ هذا نهديه لك. حكيم بن حمودة نحو حداثة متجددة، مازال ديما في السياق الربيع العربي. حكيم بن حمودة نحو حداثة متجددة مع الربيع العربي، كتاب كتبه كتب بالفرنسية وترجمه نزار شقرون دار محمد علي. عندك فضل. حسن بن عثمان تونس السكرانة. تونس السكرانة النص الرواية الأخيرة أو نص الإبداعي الأخير لحسن بن عثمان، متى تصحو هل تصحو. أذكر سي محمد حسن بن عثمان. هناك كتاب أعيد نشره، هو صدر في دار سندباد في باريس، نشر في دار الجنوب. إكريفان دو تونيزي أنتولوجي دو تكست إي بوام ترادوي دو لاغاب بار توفيق بكار إي صالح القرمادي، نصوص أنطولوجية أدبية وشعرية من الكتاب التونسيين، تأليف أو اختيار توفيق بكار وصالح القرمادي. أذكر روضة الفارسي، رواية عرات تحت الشمس دار أروقة، في الإنتاج الأدبي أيضا الشعري أمال موسى، الدكتورة أمال موسى، هذه عامة هذه ضجة، أكس مدير كارتاج، هي شاعرة وباحثة أيضا، وديوانها الأخير والحياة لم تضع بعد مساحيقها. حسونة المصباحي يوميات الحمامات، تعرفهم مع أصدقائنا هذوما. حسونة المصباحي يوميات الحمامات دار النقوش العربية. تاخو حسونة ثم واحد من الحمامات المفروض ياخذ هو. ونختم بنص بمنشورات زخارف تنشر الديوان الأخير للمنصف المزغني، مشاعر وقصائد أخرى. هذا النص ده صادر عن دار منشورات زخارف. احنا في الحلقة سودناه شوي البيلون. لا بالعكس. التابلو كان معناه مثير للأسف وللتشاؤم. شكرا جزيلا على هذه المداخلات. نعود ونحل الموضوع مرة أخرى في موضوع الفساد، في موضوع المال، في موضوع الحرية. مازال موضوع كبير يتناقش، ولكن خلينا نقول حاجة. العالم يضحك. سيدي علي الرياحي. لا تشبع مني